انا جو شيرش با لادفيرسير، انا جو شيرش ان سيستيم اللي فيه الاوتوماتيزم اللي الملاعبيه نتاعي يتعودوا به. هذه حاجه. لكن ما تنساش الجمعيه الوحيده في البطوله اللي في كل مباراه تسجل هي الدفاع جديدي. في كل مباراه سجلنا الى حد اليوم، الماتش الوحيد اللي ما ركناش فيه هو اليوم. اليوم نقصد ليفيكاسيتي، سبحان الله. احنا في كل ماتش، الماتش الاولاني ماركينا ضد تويرغا، الماتش الثاني ماركينا ضد الوداد، الماتش الثالث ماركينا ضد فكروني انتم ما تعرفوا غير، فهمتي؟ دونك الماتشات الكل ماركيناهم. ما نجيش انا اليوم وقت اللي عملنا بوكو دي كوزيون وما عرفناش كيفاش نستغلوا الفرص باش نحكي على ليفيكاسيتي. ليفيكاسيتي وقت جمعيه ثلاثة اربع ماتشات ما تماركيش وقتها يدخل الدود. اما احنا الجمعيه الوحيده اللي موجوده في البطوله كل جمعه تماركي، خذونا بالعين او اليوم ما ماركيناش. ولكن تستقبل اليوم؟ لا صدق اليوم لا. المباراة في البريمير ميتو في ثلاثة أربعة خمسة شانس اللي جاونا سهلين وماركيناهمش. الكرة راهي فرصة، الفرصة اللي تجيك يزمك تماركيها. لكن أنا ما نلومش على الملاعبية نتاعي اليوم. لو كان جا الأداء متوسط والأدفرسير جاتو ثلاثة أربعة كونتر أتاك اللي شعر اللي ماركيونا يمكن نشك. اما اليوم انا ما شفت كان احنا نلعبوا. اذا كان نقعدوا نداوموا باللعب هذايا فهمتني باش ننجحوا سير اللي به الفائده راهو ساعه تبدا النتائج ماشيه ولكن الاداء مش موجود وبطول المده ما عادش تمشي معك النتيجه. اما كي يبدا الاداء موجود وتتمرن النتيجه تجي بطبيعتها. اما مخيبه كي تبدا تربح ولادفرساري دومينيك وانت تربح بطول المده راهو سيفيني ما عادش تربح كما عندك الاداء. بطبيعة الحال يأثر وأنا جو سير وأنه الجديدة عندها من أحسن الجماهير الموجودة في المغرب. أنا كنت نتمنى بصراحة تامة باش يكون 4000 و5000 و6000 متفرج في الجديدة. أما الحاجة اللي نقولها أنا راهو اللي به الفايدة وأنا لاعب في جمعيات كبار في تونس اللي به الفايدة هو حب الجمعية مش حب الأشخاص. الجمعية اسمها الدفاع الجديدي تقعد حياتها كاملة. وأنا كي نبدأ نحب الدفاع الجديدة نجي نعاون ونجي نشجع الدفاع الجديدة ما يهمنيش في الأشخاص. أنا الجمعية هذيك حياتي كاملة نحبها، يحبها بابا ويحبها أخويا وتحبها أمي ونحبها أنا. دونك أنا نقول لهم حاجة بركة، الدفاع الجديدة يجاو باش تعاونوا الملاعبين نتاعكم ويجاو باش تعاونوا النادي نتاعكم فهمتني، وما كونش مسؤولين كان على الملاعبين. لازمنا نلعبوا بالكدا، لازمنا نجيبوا نتيجه، ان شاء الله ربي معنا.